أحبائي الأعزاء، السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن التاريخ قديم جداً للصراع الفارسي مع الغرب، الصراع الإيراني الغربي الجذور التاريخية، ده عنوان النهاردة. كتير ما يعرفوش أن الصراع عمره أكتر من 2400 سنة. نقصد بالغرب هنا اليونان، والشرق كانت بلاد فارس. الحروب الفارسية اليونانية استمرت حوالي 40 سنة. من أشهر المعارك اللي دارت بين الطرفين كانت معركة ماراثون عام 490 قبل الميلاد، ومعركة سالاميس عام 480 قبل الميلاد. وماراثون هي قرية يونانية تبعد عن أثينا حوالي 40 كيلومتر، ودارت المعركة في خليج ماراثون الشهير بين الفرس واليونانيين. وسباق العدو المشهور باسم ماراثون اللي طوله 42 كيلومتر بيحمل اسم هذه القرية اليونانية الصغيرة. سبب التسمية انه كان هناك جندي يوناني بيحارب في المعركة اسمه فايديبيتس. هذا الجندي لما لقي السفن الفارسية بتغرق في خليج ماراثون وبتشتعل فيها النيران، وان اليونانيين انتصروا على الفرس هناك، بعد ما وصل وقع على الارض من التعب والانهاك ولفظ انفاسه الاخيرة. اخر جملة قالها فايديبيتس جملة مشهورة جدا في اليونان اسمها نيني كي كمان، وده معناه احنا انتصرنا، ووقع مات. وخلد اليونانيين اسم القرية بسباق الجري المشهور اللي طوله 42 كيلو، وهي المسافة بين قرية ماراثون ومدينة أثينا حتى اليوم. كلمة نصر باللغة اليونانية اسمها نايكا، ومنها اشتقت شركة الملابس والأحذية الرياضية الشهيرة الاسم منها، وده كان اسم إلهة النصر في الأساطير اليونانية، سواء كان نصر رياضي أو نصر عسكري. بعدها بعشر سنوات دارت معركة تانية بين الفرس واليونانيين اسمها سالاميس، وسالاميس دي منطقة قريبة برضو من أثينا، وده كان عام 480 قبل الميلاد، لأن قبل الميلاد السنوات بتحسب السنين للوراء. كانت هناك أعداد كبيرة من السفن بتكون منها الأسطول الفارسي، وانتصر اليونانيون بعد معركة معقدة وطويلة، وكتب هيرودوت عن هذه المعركة الكثير جدا، وأيضا مؤرخين كبار تانيين مثل ثيكوديديز وغيره من مؤرخين الرومان بعد كده، وكتير من المؤرخين الغربيين ما زالوا بيكتبوا عن هذه المعركة، معركة سالاميس، حتى اليوم. يا ترى ايه السر؟ المؤرخين بيشوفوا في هذه المعركة انها واحدة من اهم المعارك اللي دارت في تاريخ الانسان كله، انه لو كان الفرس انتصروا في هذه المعركة لكان الفرس غزوا كل بلاد اليونان وقضوا على منبع واصل الحضارة الغربية الحديثة، لان الحضارة اليونانية هي الاصل الذي اعتمدت عليه الحضارة الغربية الحديثة في شتى مناحي العلوم. وبدون الحضارة اليونانية القديمة ما كان لأوروبا اليوم أي وجود ثقافي أو حضاري على الإطلاق. الفرس كانوا بيمثلوا في رأي اليونانيين طبعا الاستبداد وحكم الفرد رغم حضارتهم العريقة، واليونانيين كانوا بيمثلوا الديمقراطية الأثينية الناشئة والفتية للحرية والعلم والفلسفة والفنون والمسرح. كان صدام بين الديمقراطية والاستبداد، وانتصرت الديمقراطية الأثينية. كلمة ديمقراطية كلمة يونانية، وجت من كلمة ديموس يعني شعب، وكراتوس يعني حكم. الديمقراطية عكس كلمة ديكتاتورية، كلمة لاتينية جاية من ديكتاتورة، جاية برضو من كلمة ديكتاتوس، ومنها جت كلمة ديكتيت بالإنجليزي يعني إملاء أو فرض الرأي. كان في جندي يوناني تاني في المعركة، هذا الجندي أصبح بعد كده من أكبر كتاب المصر، وهو اسمه إسخولوس. حضر بنفسه معركة ماراثون ومعركة سالاميس، حضر المعركتين هو وأخوه، وكتب مسرحية تراجيدية شهيرة عرضت لأول مرة أمام جمهور أثينا عام 472 قبل الميلاد. ومنذ ذلك التاريخ والمسرحية دي بتعرض على خشبات المسرح في العالم كله حتى اليوم، في نيويورك، باريس، لندن، برلين، حتى القاهرة. اسم المسرحية الفرس، وباليونانية بيرزاي. إسخولوس اشتهر باسم أبو التراجيديا، باليوناني يعني باتيرا تراجوديا. اتولد عام 525 قبل الميلاد، وعاش حوالي 70 سنة حتى وفاته حوالي عام 456 قبل الميلاد. في المسرحية بيحكي عن انتصار الإغريق اللي هم اليونانيين على الفرس، انتصار الغرب على الشرق، انتصار الديمقراطية على الاستبداد، انتصار الحرية على الكبت والقهر، انتصار العدل على الظلم. العلامة الفلسطيني الشهير إدوارد سعيد بيقول في كتابه الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة المترجم العبقري محمد عناني، أنا من وجهة نظر الشخصية أنا شايف أن الكتاب ده ياريت يدرس في كل الجامعات العربية من شرقها لغربها، لأنه يعتبر من أهم الكتب اللي صدرت في العالم في الأربعين سنة الأخيرة. بيقول إدوارد سعيد عن إسخولوس أنه هو بيقوم بتصوير إحساس الفرس بالكارثة، حيث
ان جيوشهم اتدمرت، دمرها اليونانيين. واسيا في هذه المسرحيه بتتكلم من خلال الخيال الاوروبي، وبتظهر اوروبا في صوره المنتصر على اسيا، وذلك الاخر، ذلك العالم المعادي فيما وراء البحار. ايسخولوس في هذه المسرحيه، وما زال الكلام لادوارد السعيد، مثله مثل المستشرق الذي يرى في الشرق ما يثير تعاطفه، ولكن ايضا احساسه بالسياده والسيطره عليه، وان الشرق ينذر دائما بالخطر. من اشهر الابيات الشعريه في المسرحيه بيقول ايسخولوس، هنقولها باليوناني: اوبايدس الينون ايتي لويثروتا باتريدا لويثروتا دي، تقدموا الى الامام يا ابناء اليونان يا ابناء هيلاس، هبوا وحرروا الوطن. كلمه ايران معناها باللغه الفارسيه القديمه الارض التي يعيش عليها الاريون، وجاء منها اشتقاق كلمه الجنس الاري. هناك خلافات بين العلماء بهذا الصدد، لكن ده مش موضوعنا. الاريين هي قبائل من البدو الرحل في مناطق اسيويه، وبيعتبر علماء الانثروبولوجيا انها بتنتمي الى العرق الابيض، وان هي الاساس اللي كون الشعوب الهندو-اوروبيه، وان هذه القبائل نزحت الى ايران من منطقه الاناضول في تركيا الحاليه. بعد حوالي 40 سنه من معركه ماراثون انطلق الاسكندر الاكبر، واسمه باليونانيه الكسندروس اوميجاس، عام 334 قبل الميلاد، وقاد الجيوش في حملة على بلاد فارس كي ينهي التهديد الفارسي لليونان، ينهي التهديد الشرق للغرب إلى الأبد. وتمكن من طرد الفرس خارج آسيا الصغرى، وتمكن من تدمير الإمبراطورية الفارسية في عدد من المعارك التاريخية المشهورة. معلم الإسكندر الأكبر ابن فيليب المقدوني الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو، وفي اللغة اليونانية أرستوتليس. تزوج الإسكندر الأكبر من فارسيات، وغزواته وصلت إلى الهند وأفغانستان، ووصل حتى مدينة قندهار اللي هي النهاردة معقل طالبان، وأمر القادة بتوعه أنهم يتزوجوا من فارسيات وأفغانيات في محاولة منه كما يقول المؤرخون لتزويج أوروبا بأسيا. وغزو الأسكندر لهذه المناطق ترك أثار لا يمكن تغفلها في تاريخ هذه البلاد إلى اليوم. هيرودوت أبو التاريخ كان أول من أطلق لفظ الأريين على سكان بلاد فارس، واليونانيين كانوا بيسموهم بارزيس، ومنها جت كلمة بارز أي فارس بالفارسية بارزة. بلاد فارس كانت موطن واحدة من أكبر وأقدم حضارات العالم القديم، والآن تعود مرة أخرى للظهور على مسرح الأحداث، ويبدو أن الاصطدام بالغرب ما زال قابعاً في العقل الجمعي للشعب الفارسي، وأيضاً في اللاوعي الغربي المعاصر، ولهذا حديث آخر. وقبل ما ننهي الحديث نشير إلى مثل شعب إيراني بيقول بالفارسية: خطرنا كاترين دشمن تو نفس تو أستكي ميان دو بهلافي تاست، وترجمتها إلى العربية: أخطر أعدائك هي نفسك التي بين جنبيك. شكراً، وإلى لقاء آخر. كان معكم الدكتور عبد الحميد حسين من قناة ميدوبيديا.